السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم في قناتكم، قناه انتصار امريم. فيديو جديد ووصفه جديده، واليوم جبت لكم بوكاديوز ديال السناكات غادي نصايبوه في الدار، وبحشوه اللي رائعه ولذيذه. وهاد السندويشات معروفين في الشمال، فاليوم غادي نقدمهم لكم بطريقه اللي هي سهله ومكونات بسيطه، باش نتوما تحصلوا على بحال هاد السندويشات اللي كيتباعوا في السناكات وكيعجبوا الكبير والصغير. خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المكونات والاسرار، باش تحصلوا على سندويشات حتى نتومايا تحصلوا على سندويشات اللي كيكونوا لذاذ وبنان، وكنعرفوا اشنو كنعطيو لوليداتنا، كتكون شي حاجه اللي نقيه وكينفعوا بزاف البنات، خصوصا في الوجبه ديال العشاء وحتى في الغداء. علاش لا، انا كنديرهم حتى في الوجبات ديال الغداء، كيعجبوا بنياتي وكينفعوكم هكا الا كنتو خارجين للطبيعه او البحر كتديوهم معاكم، كيجيو المذاق ديالهم هائل، متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم. غادي ندوزو دابا باش غادي نوجدوا الميني باغيت هو الاول بلا ما نشريوه يعني من على برا، كلشي اليوم غادي نصايبوه في الدار. هنا غادي نحتاجو 500 غرام، ما يعادل نصف كيلو ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل ضروري. ضفت عليه معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، ومعلقه كبيره ديال الخل. انا درت هنا غير الخل العادي، بغيتو ديروا خل ابيض ممكن. صافي كنخلط هاد المكونات، وغادي نعجن العجينه تاعتي بالماء دافي. كنبقى هكا كنضيف الماء بالتدريج، وانا كنجمع في العجينه حتى كتجمع ليا كامله، وكنحصل على واحد العجينه اللي كيكون القوام ديالها كتكون خفيفه يعني ما كتكونش قاصحه، باش هكا كنحصلوا على باغيت اللي كيكون كيجينا مقرمش وكيجي خاوي من الداخل. غادي نشوفوا البنات الشكل تاعو كيداير من الداخل، الصراحه كيجي رائع بزاف، حسن من اللي كناخذو من المخبزات بألف مره. كيجي خاوي ورطب وكيجي يعني مقرمل، كيجي مقرمش بزاف. هنا صافي من بعد ما جمعت العجينه فحطيتها فوق سطح العمل، باش هكا ندلكها، وكتشوفوا العجينه راها مرخوفه كتلصق باليد، كنبقى ندلك فيها حتى كتعاود كتجمع هذاك الدقيق كيعاود يتشرب لينا وكتجمع العجينه. هكا كنبقى كنديها ونجيبها بين يديا، يعني ما كتحتاجش تدلك عيب الاصابع ديالي كنخدمها، حتى كتبان لي العجينه بانها دارت واحد الفقاعات وولات خفيفه وبدات كتجمع. هنا خديت الاناء دهنته بشويه الزيت، وغادي نحط فيه العجين ديالي بهذا الشكل، وغادي نعاود ندهنها من الفوق بالزيت. قياس واحد المعلقه كبيره باش دهنت الاناء، وقياس معلقه كبيره اخرى باش غادي ندهن العجينه تاعتي من الفوق. صافي، وغادي نغطي عليها بواحد البلاستيك غذائي، وغادي نخليها ترتاح وتخمر يعني تيضاعف الحجم ديالها. انا هنا خليتها 30 دقيقه حتى خمرت مزيان، ومن بعد ما مرت 30 دقيقه كيف كتشوفوا فالعجينه تاعتي خمرات وضعف الحجم تاعها، وكيف كتشوفوا كلها كتكون فيها واحد الفقاعات، هذا دليل على انها مدلوكه مزيان. هنا كنحاول نخرج منها داك الهواء اللي تشكل فيها، وغادي نجمعها كامله بهذا الشكل باش هكا كنخرجوا منها داك الهواء، وغادي نحطها مباشره فوق سطح العمل وندوزو نشكلوا الميني باغيت ديالنا. هاد الكمية البنات اللي عطيتكم ديال الدقيق كتخرج لينا 14 باغيطة، يعني بالحجم اللي غندير انا، بغيتو صغار فكتعطيكم كمية اكثر وما كتاخدش بزاف تاع الوقت. طريقته سهلة، وكتحصلوا على ميني باغيط اللي كيجي قلت لكم البنات زوين زوين بزاف، غير جربوه وشفتوا معايا العجينة اقتصادية ما فيهاش مكونات نهائيا. هنا خديت العجينة تاعتي وكنحاول هكا نقطعها بواحد القياس اللي كيكونوا متساويين، يعني كنعطيها واحد ممكن اللي بغى يعبرها ديروها في الميزان. انا هنايا خديت غير عيني ميزاني، صافي كنحاول هكا نقاد الكويرات ديولي ونخليهم حتى يرتاحوا واحد المده ديال 5 تاع دقائق، وندوزو مباشره نشكلوا الميني باغيت ديالنا. كتشوفوا معايا البنات العجينه راها مرخوفه بزاف، صافي غادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال العجين كامله. من بعد ما غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين، غادي نقطعها كامله هكا كويرات كيكونوا متساويين، فخليتهم انا ارتاحوا غير مده ديال 4 او 3 دقائق، يعني ما خليتهمش بزاف، الا خليتوهم نتوما اكثر فكيعطيكم نتيجه احسن على حسب الوقت اللي عندي. يعني ما خليتهمش يرتاحوا بزاف. صافي هنا كيف كتشوفوا كنستعمل دائما بالدقيق الابيض، وكنحاول ناخذ الكويره تاعتي وكنبسطها على شكل بيضاوي بهذا الشكل هذا، وهنا كندير واحد اللفه وكنسد بالاصبع ديالي حتى كندير 3 ديال الطويات. هنا كنحاول نجمع هذا الجانب على العجين، كنحاول نجمع مزيان ونسد الاطراف مزيان باش هكا العجينه تاعتنا ما كتحلش لينا نهائيا.
من بعد ما غادي نسدها وغادي نتحكم فيها مزيان، هنا كناخذها باليد ديالي وكنبقى نديها ونجيبها حتى كنحصل على واحد البودا اللي كيكون من الجوانب تاعو شويه رقيق، يعني كل الجوانب كنحاول هكا نرققهم شويه باش يعطيني شكل باكيطه. راه الطريق سو سهل البنات وباينه باين الشكل تاع الباكيط كيفاش كنقادو. صافي بهذا الشكل هذا غادي ننزلها مباشره في اللاطه اللي نفرش عليها الورق الخاص بالطبخ، وغادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الكويرات اللي عندي كاملين. كيف كتشوفوا معايا كناخذ الكويره وكنبسطها باليد ديالي كنديرها على شكل اوفال او شكل بيضاوي بهذا الشكل هذا، وهنا كنلف الجوانب كندير اللفه الاولى وكنضغط على بالاصبع تاعي باش هكا كتسد لينا، وكنعاود اللفه الثانيه، وداك الشيء اللي كيبقى لي في العجين كنضيفه من الفوق وكنحاول نضغط على الجوانب مزيان باش هكا كنتحكم فيهم. بما ان العجينه مرخوفه عندي فكنستعن دائما بالدقيق باش هكا كنساعدها دغيا كتسد ليا. هنا غادي نستعن غير بالدقيق باش هكا نتحكم فيها دغيا تلصق العجينه تاعتي، وكنبدا نبرم به نبرم فيها بهذا الشكل هذا. ودائما كيف قلت لكم الجوانب كنحاولوا نرقوهم شويه على الوسط باش هكا كيجينا بحال الشكل ديال الباكيت اللي كيتباع او الباريزيان كيجينا بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الطريقه سهله ديال الشرح تاعي وتكون الفكره وصلتكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. قد ما كانت العجينه مرخوفه كتعطيكم نتيجه اللي احسن، كيجي الباكيت كيف قلت لكم البنات خاوي من الداخل ما كتجيش فيها ديك البابه نهائيا. بحال هكا الا بغيتو تعمروه كيعطيكم واحد المساحه اللي كتكون كبيره فين ديروا الحشوه تاعتكم، وفي نفس الوقت كيجي مقرمش مزيان. صافي انا غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله فقسمتهم على جوج ديال لاطات لانه كيخمر وكيضاعف الحجم ديالو، وغطيت عليه وخليته 15 دقيقه لان عندي المطبخ سخون. غير 15 دقيقه لقيته خمر باش كتعرفوه كتضغطوا بالاصبع تاعكم، الى عاود ديك الضغطه رجعت لكم صافي راه كيكون خامر. البنات هنا خديت كميه ديال الماء ودهنت ليه الوجه تاعو كامل بالماء، وخديت هنا واحد الغازوار او الكيتوغ وكنحاول هكا نفلحو. الا بغيتو تزينو من الفوق بالدقيق الابيض ولا ترشو عليه البافو او الزنجلان كيبقى الاختيار ديالكم، انا خليتهم غير هكا باش يجوني بحال الميني باكيت اللي كيتباعوا في المخبزات. صافي البنات من بعد ما فلحتهم دخلتهم الفراد اللي كان سخون مزيان ودرت واحد اللاطه فيها الماء من تحت ودخلتهم هما حتى طابوا، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو محمرين وكيجيو مقرمشين الصراحه كيجيو رائعين بزاف. البنات هنا جمعتهم باش هكا كيبقاو لي سخان وكيبقاو محافظين على القرمشه تاعتهم، وغادي ندوزو باش غادي نوجدو الحشوه. هنا خديت حبه ديال البصل اللي غادي نقطعها مكعبات تكون رقيقه، انا بعد ما قطعتها هنا فعاودت دوزتها في الخلاط باش هكا كيعطيني واحد البصله اللي كتكون رقيقه ما كتجيش باينه في الساندويتش نهائيا، كتعطي غير المذاق ولكن ما كنحسوش بها ملي كنكونوا كناكلوا فيها. وكذلك خديت جوج حبات ديال المطيشه قطعتهم حتى هما دوائر، وكل دائره كنقسمها على جوج، ومن بعد ما كنزوز الزريعه يعني غير الزريعه صافي. بالنسبه للمطيشه راه كتبقى بالقشره تاعتها. هنا خديت كميه ديال الخس حتى هو من بعد ما غسلته ونشفته مزيان، خاص الخس يكون يعني ما تكونش فيه حتى قطره تاع الماء، كنشفو مزيان بواحد المنديل. صافي هنا حتى هو غادي نقطعو هكايا بهذا الشكل عشوائي بالموس وغادي نحطو على جنب. بالنسبه للبنات البصله ومطيشه فغادي ندير فيهم غير شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، وغادي نديرهم في واحد الشبيكه باش هكا يطلقوا لي داك الماء تاعهم. هذيك الملحه كتساعد البصله ومطيشه باش كيطلقوا داك الماء تاعهم وما يفزقوش لينا الساندويتش تاعنا. ضروري ما ديروا هذه العمليه هذه. فانا واخا نزلتهم هنا عاودت غندير لهم الملحه وشويه تاع البزار، وكيف قلت لكم غنديروا في واحد الشبيكه ونخليهم حتى كيتسقطروا من هذاك الماء اللي كيطلقوا مزيان باش الساندويتش تاعنا كيبقى لينا ناشف ملي كنعمروه. هنا عندي واحد الكميه ديال الكورنيشو او الخيار المخلل حتى هو اللي كناخد واحد هكا الموس وكنقطعو شرائح بالطول رقيقه،
وكنخليه على جنب. كيف قلت لكم بالنسبه للبصله مطيشه، فهنا كندير ليهم شويه ديال الملحه، وغندير لهم شويه ديال الابزار، وغادي نديرهم في واحد الشبيكه هكا، وغادي نحطهم حتى كيطلقوا واحد الكميه تاع الماء. ملي غديروها غتلقاهم بانهم كيطلقوا واحد الكميه تاع الماء. وكيف قلت لكم كيبقى لنا الساندويتش تاعنا ناشف. هنا غادي ندوز باش غادي نوجدوا واحد الصلصه اللي كتعطينا لهذا الساندويتش ديالنا مذاق خطير البنات. هنا غادي ناخذ كميه ديال المايونيز، بان بالنسبه لهذا المايونيز راني صايبته غير دابا، يعني صايبته غير دابا في الدار ودرته في هذه القريعه هذه، وفايت لي شاركته معكم مايونيز اللي ناجح 100%، كيجي احسن من ديال اللي كناخذو من هكا من المحلات مليون مره البنات، كيجي بنين بنين غير جربوه. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. انا راه صايبته غير دابا وكانت عندي القريعه فعمرتها، يعني هاد اللي صايب دابا عطاني هاد الكميه كامله. هنا كيف كتشوفوا هاد الكميه اللي خديت ديال المايونيز، فضفت عليها خيزوه وحده او جزره محكوكه في الحكاكه الرقيقه، وكنعصرها من الماء مزيان، وضفت عليها حبه ديال الكورنيشو، وحوفصت واحد ديال الثوم، وخلطتهم مزيان. وغادي نخلي الصلصه على جنب، وهنا غادي ندوز باش نشارك معكم المكونات كاملين باش هكا تقيدوهم وتبقاو عاقلين عليهم. هنايا البنات كيف قلت لكم غادي نحتاجوا كميه ديال الباكيت اللي قادينا، جوج حبات ديال المطيشه اللي قطعتهم دوائر، وكل دائره كنقسمها على جوج، كميه ديال الخس اللي قطعته حتى هو رقيق، حبه ديال البصل كبيره اللي كنقطعوها رقيقه بزاف، عندي هنا ثلاثه الحبات ديال البيض مسلوقين ومقطعين دوائر، كميه ديال المرتديلا حتى هي اللي مقطعه دوائر، عندي هنا كميه ديال الخيار او الخيار مخلل او الكورنيشو مقطع هكا بالطول شرائح رقيقه. غادي نحتاجو كميه ديال الزيتون خضر مقطع، وجوج علب ديال الطون بالزيت، يعني احتفظت بالزيت ديالو. غادي نحتاجو الصلصه اللي وجدنا ديال المايونيز، وغادي نحتاجو مايونيز يعني عادي ما فيه لا صلصه لا والو، وغادي نحتاجو كميه ديال الصلصه الحاره باش غادي هكا نديروها في الساندويتش تاعنا. وكتبقى الصلصه الحاره اختياريه الا ما بغيتوش ديروها، غير هي كتعطي واحد المذاق كتزيد لهاد الساندويشات لذة زوينه. هنا كيف كتشوفوا الميني باكيت ديالي كيجيو رائعين البنات، كيجيو خاوين من الداخل ورطبين ومقرمشين من برا. صافي هنا خديت الكميه من الصلصه ديال المايونيز اللي قادينا، كندهن بها الباكيت ديالي، كندير شويه تاع الصلصه الحاره، وهنا كنبدا نوزع في الحشوه، كندير شويه ديال كميه قليله من الخس وشويه ديال البصل. بالنسبه للبصله البنات كنأكد عليكم ديروها رقيقه باش هكا ما كتحسوش بها، ولكن كاين مذاق تاعها والنكهه. هنا كندير جوج شرائح من مطيشه، كنحاول هكا. المهم التعمار ديال الساندويتش البنات راه ساهل وباين وكلشي كيعرف ليه، كنحاولوا هكا كل حاجه نديروا منها شويه وكنقادوه باش هكا كيجينا الساندويتش اللي زوين في المنظر والمذاق. البنات راه ما نقولش ليكم حتى تجربوه وانتم اللي غادي تحكموا عليه. صافي هنا بعد ما درت مطيشه فدرت منها واحد الكميه ديال الطون، وكيف قلت لكم الطون كيبقى بالزيت ديالو، كندير شويه ديال الخيار مخلل وشويه تاع الزيتون مقطع. وهنا غادي ندير جوج شرائح ديال المرتديلا او الكاشير على حسب اللي بغيتو، وغندير واحد الدائره ديال الحبه ديال البيض مسلوق كنديرها هكا في الوسط، وكيكون هذا هو الشكل ديال الساندويتش ديالي. الصراحه الساندويتش هائل البنات، واعر واعر في المذاق، كيجي بنين. وهذا الساندويتش هذا راه معروف عند الناس على الشمال كلهم تبارك الله، معروف عندهم، يعني اللي مشى الشمال وما كلش البوكاديو تاعو راه ما كان والو. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه، كناخذ كيف قلت لكم الميني باكيت ديالي، كندير فيه شويه من الصلصه شويه من الهريسه او صلصه الحاره، وكنعمر بباقي المكونات الاخرى حتى كنحصل على ساندويتش بهذا الشكل. وهنا بعد ما كملت الساندويتشات ديالي كاملين عمرتهم، كيف كتشوفوا البنات كيجيو رائعين في المنظر والمذاق، خليكم حتى تجربوهم نتوما اللي غادي تحكموا. هنا كناخذ كميه من المايونيز وكنديرها من الفوق ديال الساندويتش، ممكن ديروا حتى الكيتشوب، ممكن ديروا الموطارد، يعني على حسب اللي بغيتوا، او تخلطوا ما بيناتهم وديروهم من الفوق. وضروري ملي كنقولوا بوكاديوس فالفريز كتكون حاضره. صافي هنا كنحاول كل ساندويتش كنحط فيه واحد الكميه تاع الفريز، وكنديروا الموطارد بطبيعه الحال، وكيكون بوكاديوس ديال المحلات او السناكات تماما رائع وبنين. والاهم انه كيكون نقي، كنعرفوا اش كناكلو حنا واش كنعطيو لوليداتنا، شي حاجه اللي مصايبه في الدار وعلى اليد تاعتنا، وشي حاجه اللي نقيه وبنينه وكتجي بحال ديال المحلات تماما البنات. صدقوني الا صايبتوه في الدار غادي تبرعوا وليداتكم، وغادي تعطيوهم شي حاجه اللي غادي تعجبهم، وكانكم خرجتوهم
كيلو على برا كيف قلت لكم كيجي بحال ديال السناكات تماما. كنتمنى هاد السندويشات حتى نتوما تجربوهم وديروهم لوليداتكم سواء في الدار او تخرجوهم ليهم ياكلوهم هكا في البحر او لا يعني في الطبيعه، فكيجيو لذاد 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 بزاف. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده، تبارطاجيو ليا الفيديو كيف ديكم مزيان البنات لانه فعلا كيستحق يتبارطاجا وكيستحق تجربه سندويشات اللي كيجيو رائعين. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.